قلت له اكرم اجي لك، يمكن انت الناس اللي ما تعرفوش ان انت كنت شغال مع نادي سبورتنج وانت احد ابناء نادي سبورتنج. وانا يعني يمكن لعبنا قصاد بعض او يعني لحقتني شويه طبعاً. لا طبعا شرف ليا انا اكيد. ايه اللي خلاك تعمل الترانسفير ده؟ يعني طبعا بيبقى نادرا لما حد من اسكندريه، العكس ممكن يحصل، بس نادرا من حد يبقى موفق وحد ليه دور كبير في انديه اسكندريه ويعمل الترانسفير ويجي القاهره. بدا ازاي وحصل ازاي وكانت البدايه مع مين؟ اقول لحضرتك بامانه طبعا يعني جدا، هو بكل بساطه انا كابتن طارق لما السنه اللي فاتت خلصت وبدا يكلمني هو وكابتن عليا، كابتن عليا يمكن صديقه مقربه جدا هي وزوجها يعني كابتن زكي نجم هاندبول طبعا. فلما كلموني بدات انا فعلا الموضوع يعني افكر فيه، مع ان انا حصل فعليا ان السنه اللي فاتت كان حد كلمني برده من النادي الاهلي فرقه تانية وفي نص السنه يعني حصل كلام وكده، بعدين انا كان وقتها كان في داخلين على فتره التوقف صحيح، ورفضت يعني الفكره نفسها ان انا انتقل في فتره التوقف، قلت خلاص خلينا نبدا من ان شاء الله من بدايه الموسم القادم يعني. فسبحان الله يعني ربنا اراد ان كابتن طارق يكلمني، تواصل معك بنفسه، كلمني كابتن طارق عن طريق عليا يعني. تمام كابتن عليا طبعا، عليا طبعا يعني ما كابتن عليا دراع كابتن طارق اليمين يعني طبعا كل واحد ليه دور، دراعنا كلنا اليمين، كل واحد ليه دور. لا يعني دي حبيبه الكل ربنا يكرمها وتبقى معانا كمان ضيفه كمان شويه. فطبعا لما كلمني انا حط طبعا على طول الفكره، بمجرد ان هي قالت لي اسامي كمان يعني، قالت لي كابتن طارق موجود ليه؟ عشان ليه انا حضرت الحقبه بتاعه اللعيبه دي يعني، شفت كابتن طارق وهو بيلعب وحضرته يعني فتره ما شاء الله النجوميه يعني، واللي حضرت طبعا كابتن عليا، فالمنظومه كلها حسيت ان هم كلهم بيحبوا الموضوع، عايزين يشتغلوا، بيحب يعني حب الموضوع ده هو اساس ان احنا النجاح عامه. حسيت هتنجح بامانه برضو؟ حسيت ان انت هتنجح يعني؟ ساعات الواحد بيروح متخوف ان هو، لا الحمد لله الحمد لله يعني 100% كنت يعني الحمد لله الحمد لله متاكد يعني الموضوع قبل ما يجي، مجرد ان انا اتعاونت معاهم واتكلمت معاهم بعد اول، خصوصا اللعيبه كمان يعني بعد اول تمرين او تمرينتين الموضوع اتاكد يعني، حتى قلت الكابتن طارق يعني قلت له الناس عايزين ودي اهم حاجه. طيب اللاعبات بقى، احنا اتكلمنا على دور الجهاز الفني معاك وان انت اكيد نورت النادي الاهلي كله وسبت بصمه كويسه، انا بحب اتفرج وانا الناحيه الثانيه على تمرينك، بقعد اتفرج عليك واللي بتعمله والاسترتشات والشغل الكبير اللي انت بتعمله، بس خلينا نتكلم عن اللاعبات، استجابه اللاعبات ليك ايه؟ يعني اكيد في لاعبات مرنوا معاك، ممكن تكون مثلا رانين مثلا، ممكن تكون حضرتك قبل ما تسافر امريكا، بس وفي لاعبات مرنوا معاك في المنتخبات وات ايفر يعني، اكيد اتعاملوا معاك ازاي يعني؟ هل كان في استجابه التزام من البنات؟ كلمني عن الحته دي. والله حضرتك هو يعني طبعا اللعيبه الكبار اللي في الفرقه سنا يعني اكبر لعيبه في الفرقه سنا تقريبا كلهم يعني يمكن شافوني وانا بلعب فتره اللعب، فدي برده سهلت شويه الكونكشن بيننا، التعاون بيننا كان سهل قوي ان هم عارفين ان انا جاي من خلفيه باسكت بول بالظبط، فاي حاجه بكلمها لهم بيبقى الاقتناع بيبقى اسهل بكتير ان انا اقعد اكلمهم نظري، هم شافوا الموضوع ده. فالحمد لله كان كلهم متعاونين جدا كلهم بدون استثناء يعني، من اكبر واحده لاصغر واحده، من اول تمرينه ملتزمين والموضوع كله ماشي سموث يعني، ما كانش فيه مشاكل، كانت الدنيا مفيش مشاكل وكان في تعاون خالص. طب اكتر بطوله فرحت بيها السنه دي بالنسبه لي؟ المرتبط. دوري المرتبط عشان طويل؟ لا عشان الاداء فيه كان انا شايف ان هو من افضل الفترات يعني. للفرقه، فحسيت ان احنا فعلا فرقه زي ما كابتن طارق قال في الاول، هي مش قايمه على لعيب خالص، هي الفرقه كفرقه كويسه بالظبط. كابتن طارق مديك المساحه تشتغل، ليك رايك، قول ما تخافش على الهوا كابتن. دي حاجه كان عندي شويه خوف منها في الاول طبعا، لانه بس لان انا طبعا مع تغير عليا كذا مدير فني يعني في الموضوع في الفيلد نفسه فمش كل المديرين الفنيين بيبقى عندهم التقبل للموضوع ده صح. فكابتن طارق الحمد لله يعني كان مديني مساحه، بل كان بيسبورت كمان، مش بس ان هو بيديني مساحه يعني، كل القرارات اللي بقول له مثلا كده لا عندك حق، برافو عليك، كويس. فيعني خليني اقول لك حاجه وانت طولت رقبته، ربنا يخليك، انت طولت رقبته بجد يعني. في انا عايز اكمل على حاجه، انا بشتغل بعديه يعني انا بمعنى ايه ان هو مدي حمل عالي مثلا في الجيم، ممكن انا محضر حاجه معينه تستغنى فلازم عنها. لازم ارجع له انا هعمل، يقول لي لا بلاش دي، فبروح مكنسلها عشان ما يحصلش اصابه. انما هو يحط شغله وانت انما بقى. انا طبعا انا اللي بعديه، لان هو الفتره الاولانيه دي فتره رزله شويه. الجزء الثاني الحلو في الموضوع ان دايما المعد البدني مش محبوب، لانه اللعيب دايما متعب، تراك وجيم، بس بيبقى محبوب للعيبه اللي شغاله بعد فتره معينه بتزهق برضه، بيبقى مش عايز، انا مجهد. هو غريبه عنده ملكه في تعاملاته مع البنات، ما في كيمياء ما بينه، دي من نجاحه. جميل جميل.